بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة 14 من محاضرات الـ PHP، وهنتكلم فيها مع التعامل مع الدوال functions، وهنشوف الـ functions هتمشي إزاي. تعال نشغل دريم ويفر عشان نركز مات فيه. كده دريم ويفر اشتغل تمام. كده آخر حاجة كنا إحنا خدنا while loop، كانت هنا اهي، وعرفنا شكل ال while loop والشغل بتاعها تمام. عرفنا شكل مبسط ليها، كان ال while loop مثلا بتحط انت متغير وبعد كده تخش جوه ال while تمام كده، وتشوف المتغير ده اذا كان اقل من حاجة معينة، اذا كان بيتحقق شروط معينة فهو بيتم بينفذ لك مجموعة من الاوامر عدد معين من المرات مقابل طالما الشرط ده صحيح. طالما الشرط ده صحيح، لما الشرط بيبقى خطأ بيطلع من اللوب دوت ويبتدي يطلع للجمل اللي بعد كده. وبعد كده استخدمنا هاي اللوب في ان احنا نبتدي نخش على مصفوفه ونقرا المحتوى بتاعتها تمام كده، وبعد كده نطبع المحتوى بتاعت المصفوفه دي على ايه، على الصفحه. ودي كانت النتيجه لو ضغطنا اف 10 من ناحيه المفتيح، بس الزامب برده مش شغال لسه. الزامب هنشغل بس السيرفر، اباتشي سيرفر عشان اعمل سيرفر محلي، وهنشغل كمان الماي سيكوال، وهنشغل فانزيلا والميركوري والتوب كات. اوكي كده انشغلت السيرفر كله على بعض. دي لو انا قفلت الهاي لوب مره تانيه وفتحتها هبص تلاقي الكود البيتش بيشتغل، وطلعت النتيجه اللي احنا عملناها. عملنا ان احنا طبعنا قيم من 1 ل 10، وكمان قارينا محتويات المصفوفه وطبعناها اللي هي مرسيدس والاودي والبي ام دبليو. اوكي ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اللي هو كان هو اللي. تعال النهارده نتكلم في موضوع الفانكشنز. تعال ناخد مايكروسوفت وايت بورد، مايكروسوفت وايت بورد تمام. وتعال نشوف ناخد بورد جديده نشتغل عليها. وفي البورد الجديده ديت احنا عاوزين نعرف يعني ايه فانكشن. الفانكشن يا جماعه عباره عن ايه؟ او الدال عباره عن ايه؟ خلينا هنا دوال، دوال فانكشنز، فانكشنز بمنتهى البساطه كده انا بيبقى عندي كود تمام كده عاوز استخدمه اكتر من مره، استخدمه أكثر من مرة. حلو، يبقى عندي كود على استخدمه أكثر من مرة. بدل ما أكتبه أكثر من مرة بستخدم الدوال، بستخدم الدوال علشان أمنع التكرار دوت، يعني علشان أكتب الكود دوت كود زي ما أنا عاوز. ليه؟ لأن الكود ده بيبقى مكتوب هنا، أنا هجمعه تحت اسم function تمام كده، هديله اسم ولكن F1 مثلا على سبيل المثال تمام كده، وجواه الكود. كل اللي أعمله إن أنا هاجي مثلا جوه هنا بعد ما كتبت الدالة دي مرة واحدة، إن أنا هستدعي بس مين؟ الـ F1 اللي هي الـ function مرة واحدة، هستدعي زي ما أنا عاوز بأي شكل من الأشكال براحتك أنت. يبقى الكود هتكتب مرة واحدة وهتقدر تستخدمه أكتر من إيه؟ أكتر من مرة. وهكذا تمام كده. يبقى انت عشان ما تكررش الكود بتاعك تقدر تستخدم الدوال الفانكشن ديت بان انت تدي مجموعه الكود ديت اسم معين وتاخد الاسم ده وتستخدمه في اي حته زي ما انت عاوز. طيب انا دلوقتي عملت الداله ماشي كده، الداله دي ممكن تكون داله بسيطه، داله بسيطه، والداله البسيطه جواها اكواد والكلام ده كله، وما فيهاش بس غير ان انت تستخدمها بايه؟ باسمها تمام كده. الداله البسيطه ما فيهاش بارامترات. في نوع تاني من الدوال، دوال لها بارامترات، لها بارامترات، بارامترات. اوكي؟ يعني انت بتكتب الداله وتدي لها بارامتر مثلا اكس 1 واكس 2 واكس 3 وبعد كده بتبتدي تشتغل هي عليها. يبقى دي اسمها داله هي ليها بارامترات. يبقى في داله بسيطه بتاخد بس بتكتب الاسم بتاع الداله فقط اسئله، وفي داله بتاخد بارامترات، وفي داله تانيه دوال تعيد قيم، دوال تعيد قيم
يعني انت بتدي لها بارامترات وهي هترجع لك قيمه، بتعمل حاجه اسمها الريتيرن. حاجه اسمها ايه؟ الريتيرن. دي الثلاث حاجات اللي احنا هناخدها، يبقى هنشوف الداله البسيطه دي رقم واحد، وهنشوف الداله اللي بتاخد بارامترات دي رقم اثنين، وهنشوف الداله اللي بترجع قيمه دي رقم كام؟ ثلاثه. دي الفانكشنز اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها النهارده. تمام كده؟ تمام. واحنا عرفنا يعني ايه فانكشن. فانكشن معناها ان يعني انت بدل ما تكرر الكود تكرارا مكرارا، بتجمع الكود ده تحت اسم معين وتستخدم الداله ديت علشان تستخدم الكود ده مره واحده، وتستدعي بايه؟ بالاسم بتاعها. تعال نشوف الكلام ده هيتم ازاي عن طريق الدريم ويفر. هنيجي هنا في الفايل ونختار نيو، ومن النيو هنختار بي اتش بي ونقول له كريت. تمام. وهنسمي نسمي الملف بتاعنا فانكشن functions. اوكي، اصبح عندنا ملف اهو. تعالى ناخد البوت ستراب تمبلت اللي احنا خدناه في الوايل لوب، كنترول اي كنترول سي، وهنستخدمه هنا كنترول اي كنترول في علشان التنسيقات. واقفل الوايل لوب، وهبتدي اخش على هنا واشيل الكود اللي انا كتبته بتاع الوايل لوب، واحط لي كود جديد خاص بمين؟ بالفانكشن. تمام. ما غير بس التايتل بتاع ال HTML فايل، هنقول التعامل مع التوال، مع التوال. تمام كده. وهنا برضو التعامل مع التوال functions. اوكي، كنترول اس كده تعمل مع الدول فانكشنز، وابتدي اشتغل الكود بتاعي فين؟ في البي اتش بي هنا. طيب اول حاجه احنا محتاجينها ان انا اعمل داله ايه؟ داله بسيطه. تعال نكتب داله بسيطه خالص كده، وليكن فانكشن اوكي. والفانكشن ديت هنسميها ويلكم مي، ويلكم مي، ومش هتاخد بارامترات، هحط لها قوسين واحط لك كل براكتس عشان اكتب فيه الكود اللي انا عاوزه، ولكن مش هكتب. يبقى انا كده عملت داله بسيطه سميتها ويلكم مي، وما حطيتلهاش بارامترات، وهبتدي اكتب فيها الكود. انا كده هكتبه مثلا جمل ايكو عاديه ايكو، وفي الايكو هكتب مثلا باراجراف بي تاج على بي تاج. اوكي، وجوه الباراجراف دوت هقول لك مرحبا بك في موقعنا الديناميكي، مرحبا بكم في موقعنا الديناميكي. اوكي، ديناميكي. تمام، هروح اقفل كده اهو. تمام، وبعد كده هقول له ايكو ايكو وليكو. هنا هقول له مثلا معاكم مصطفى الزويدي، باراجراف بيتك مصطفى الزويدي. تمام، وهقول لكم مره ثانيه مبرمج ومصمم ومدرب حاسب. كنترول اس. طبعا لو انت عملت كنترول اس مش هيطلع فيه حاجه. ليه؟ لان انت لازم تستدعي الداله بايه؟ باسمها. يبقى انا هاجي هنا عشان اشتغل على الداله دي، هكتب كده ويلكم مي. تمام كده، واحط القوسين عشان ما فيش بارترات، واضغط انتر، واضغط كنترول واي واس. هتبص تلاقي هو على طول مباشره بمجرد ما سددت الداله باسمها كتب لك الحاجه اللي انت عاوزها. ده مثال للداله ايه؟ الداله البسيطه. تعال ناخد داله ثانيه دلوقتي، الداله بتاخد ايه؟ بارامترات. الداله تاخد بارامترات معناها ان انت هتحط لها بارامترات في المكان ده. تمام كده؟ وانت بعد كده لما تيجي تستدعي الداله لازم تدخل البارامترات على حسب ما انت حددتها فين في مكان البارامترات ده. تعالى ناخد مثال على كده. عاوزين نعمل داله ثانيه وليكن مثلا نسميها فانكشن ويلكم يوزر. فانكشن واسميها ويل
كام يوزر وافتح قوسين واعمل اتنين كيرلي براكتس وابتدي اشتغل على الكود بتاعي. ويلكم يوزر، ويلكم ايه؟ ويلكم يوزر. تمام كده؟ تمام. اول حاجه هنقول ايكو ونقول بي تاج ونقفل بي تاج. تمام كده على بي، واقول له مثلا انا دلوقتي هدخل لك اليوزر نيم هيد متغير ساين دولار نيم. تمام، وهدخل لك متغير تاني وليكن الكريدت اللي هي البوينتس مثلا او اي حاجه انت عاوز تعملها كريدت بالشكل دوت. تمام، وهبتدي استدعي الحاجات دي جوه الفانكشن. يعني مثلا هنا مرحبا اكتب كده مرحبا واحط لي الساين دولار نيم، ساين دولار نيم. طبعا احنا عشان بنستخدم التو كوتيشن فمفيش مشكله. تمام كده، واحط بوينت مثلا بالشكل ده. تمام، وبعدين هعمل ايكو مره ثانيه، ايكو مره ثانيه، وفي الايكو دوت احط بي تاج، بي تاج. تمام كده، احط فاصله ونقطه كمان، واقول له هنا عدد النقاط الخاصه بك خاصة بك. تمام كده، احط نقطتين واحط متغير تاني اللي هو ساين دولار ايه كريدت، ساين دولار كريدت. تمام كده نقطة، وهو هيترجم برضو ايه المتغيرات ديت. تمام كده، تمام. ولكم بالشكل ايه، بالشكل ده. طيب عملنا الداله دلوقتي وحطينا فيها متغيرين، المتغير الاولاني بياخد اللي هو الساين دولار نيم والتاني بياخد الساين دولار كريدت. تعالى نستدعي الداله ديت، هنكتب هنا ويلكم يوزر، ويلكم كم يوزر. تمام كده، وفي الويلكم يوزر انا هحط له مثلا اول واحد اللي هو مصطفى، متغير اولاني مصطفى، والتاني والتاني هيكون ايه 100 نقطة. ماشي. اوكي. وهقفل كده. كنترول اس. هبص لها بيقول لك مرحبا مصطفى وعدد النقاط الخاصة بك هو 100 ايه؟ 100 نقطة. ترجم اليوزر نيم اللي هو النيم دوت اهو حطه هنا. خد دوت مكان دوت. وكان ترجم عدد النقاط هنا برضو هي 100، خد دي مكانين مكان دي. طبعا العربي احيانا بيشلفت الدنيا شويه، بس انت اديك فهمت ايه الفكره. تمام كده، طيب تعديل الداله اللي تاخد النقطه. تعال نشوف بقى النوع الثالث من الدوال، وهي الداله اللي هي بترجع قيمه. الداله اللي بترجع ايه؟ قيمه. والداله بترجع قيمه معناها ان انت هتديها بارامترات وهي تبتدي ترجع لك قيمه معينه بعد ما تحسب على البارامترات دي. هنعمل حساب ايه؟ وليكن مثلا هناخد هنا فانكشن ثاني، فانكشن، والفانكشن ديت هنسميها مثلا سم. تمام، وهنفتح لها قوسين وهنديلها ساين دولار اكس، ساين دولار اكس، وساين دولار واي بالشكل دوت. وبعد كده هندي كل براكتس عشان نكتب الكود اللي احنا عاوزينه، وبمنتهى البساطه هتجيب لك مجموع الاكس وايه والواي، فهتعمل ريتير. تمام، وفي الريتير دوت انا محتاج اعمل ريتير فقط ساين دولار اكس بلس ساين دولار واي. طيب لما اجي استدعي الداله استدعيها ازاي؟ هنيجي هنا نحط متغير وليكن ساين دولار سم، ساين دولار سم. عايز تكمل انت اوف تو نمبرز مش مشكله، وتقول له خش استدعي لي داله السم. تمام، وحط لي فيها الاكس والواي وليكن 10.15 نقطة. يبقى كده المتغير سام ده خد مجموع ال 10 وكام وال 15، فالمتوقع دلوقتي ان تبقى النتيجة كام؟ 25. فنقول له ايكو باراجراف بي تاج على بي تاج. اوكي، واقول له مجموع الرقمين يا معلم، مجموع الرقمين. تمام كده، هو عبارة عن ساين دولار ايه؟ ساين دولار سام. تمام كده، وهنيجي نحط فاصلة ونقطة في الآخر علشان نقفل الجملة، كنترول و اس،
اقول لك مجموع رقم كام 25، وفعلا 10 زائد 25 هيديني 10 زائد 15 25. تعال نحط دي مثلا 150 ونعمل كنترول اس تاني، بص تلاقي المجموع رقم كام 160. يبقى كده شفنا ثلاث انواع من انواع الدوال، الداله البسيطه اللي ما تاخدش بارامترز بس تستدعي بالاسم، وشفنا الداله اللي بتاخد بارامترات تمام كده زي النيم والكريدت، وشفنا الداله اللي بترجع بقيمه عن طريق الريتير زي داله ايه؟ زي داله الصم. تمام كده؟ طيب دي كانت الحلقه بتاعت النهارده، وان شاء الله تعجبكم. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، واكون ليك متشكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.